أنا في مرحلة تأمل. كاين اشتغالات شخصية بالطبع، وكاين كذلك تتبع لتطور الأحداث والوقائع، سواء منها الحزبية أو السياسية أو البرلمانية أو المؤسساتية أو المجتمعية. كنظن بأن هذه المسافة هذه كتسمح كذلك باش يكون واحد النوع من يعني الرؤية الموضوعية للأشياء، وكذلك التفكير ويعني التمحيص في كثير من الإجابات اللي يمكن تعطى بالنسبة لبلدنا في هذه المرحلة اللي كنعيشوا فيها. كثير من التساؤلات، نموذج تنموي، عقد اجتماعي جديد، دور الأحزاب السياسية، الجيل الجديد والنخب الجديدة ومتطلباتها، كذلك التحولات اللي كتعيشها اللي كيعيشها المناخ الدولي والمناخ الإقليمي. هذا الشيء كله كيحدد تفاعلات اللي كيفرض على أي واحد، سواء كان فاعل سياسي أو يعني نخب من أي نوع كان، أنها تنظر إلى الأشياء باشي بالنظرة التقليدية الكلاسيكية وبالمفاهيم ديالها. كنظن بأنه دينامية العمل السياسي، دينامية الحزبية في بلدنا في حاجة إلى تجديد للرؤية وتجديد كذلك للمقاربات، وكذلك بناء المؤسسات وتقوية المؤسسات، وفي حاجة إلى كثير من المساحة اللي فيها الثقة واللي فيها كذلك المبادرة واللي فيها كذلك الثقة في النفس. قوة الدول اللي كتكون ثقة في النفس، وكذلك رغم الخلافات والاختلافات دائما كيكون هناك نسق جماعي ومجتمعي في نفس الاتجاه. وطموحنا بالطبع هو أنه بلدنا في المراحل المقبلة وفي تجربة 2021 تعيش يعني محطة اللي غادي تساعدها إلى الانتقال إلى النوعي إلى يعني درجة معينة جديدة وأفق جديد ونخب جديدة وانفتاح، وكذلك الإرادة والعزيمة لكي نسير في مسار ديال إعادة الثقة، وكذلك الطموح، لأن الطموح والأمل هو اللي كيعطي للمجتمعات داك القوة باش تمشي. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.